شر البلية ما يضحك، يطلب بعضهم وجبات بنكهة المحاصصة مع قليل من توابل المصالح، يضاف إلى ذلك حلوى تزييف الحقائق وتقدم لك على طبق من سم مدسوس في العسل. هذه وجبة تأكلها منذ زمن ويضيع الحابل في النابل. من المحاصص ومن المحاصص عليه ومن النزيه كلهم يسألون. طيب، لغز وكلمة سر مشفرة. قبل أن نبدأ الحلقة ونسمع كلام النازحين والمغيبين وكلام النساء الثائرات كتشرين، دعونا نسمع سؤالا وجه للأحزاب التي اعترضت على المحاصصة. لغز من يحاول حله فليجيب. نفس السؤال، إذا كانت هي محاصصة حزبية وطائفية، ليش الأحزاب كلها معترضة عليها؟ أهلا بكم في العراق وقصص أخرى. إلى العناوين. قضية النازحين تفتح بتفاصيل مؤلمة، وأحمد يحكي لكم الحكاية. تعيينات لأجل التطوير ترفض بدون تبرير. كلمات الرؤساء الثلاثة لأجل الأسرة العراقية. نساء العراق يصرخن في الرمق الأخير. بعد ولادة الشمس، ها أنا أصحو من رحم ليل فائت، أطرق باب الله، أمعن النظر في ساعة الحائط المتوقفة، أحاول إقناع البطارية أن تحرك عقارب الزمن إلى الأمام، لكنها عقارب النزوح تعظم الجروح. فيبتعد الصباح عن الأرض، عن أمي البعيدة، عن قلاع النخل، عن بندقية الشرق. أفتح صندوق الأيام، ها أنا ذا، لا شيء يمنعني عن شرب فنجان قهوة بملح المدن الخراب. والمخيم المفعم بالعقول يفتح النوافذ في كركوك أو في أي مكان على مشارف الأمنيات. هنا جارنا أحمد، نظروا إليه فقطعوا عنه مصابيح الأحلام. وهنا جارتنا أسماء، تهديها الخيمة قهرا وجوعا وعتمة تشقق أصابعها. وعند جارنا علي لا طاولة لديه ولا خزانة للورد. كلنا في مخيمات النزوح، بعيدون عن العراق، عن الأوطان. حادثة الطفل أحمد مثلها كثير، ومن حظها وحظ أشباهه أنه استطاع إيصال رسالة عاجلة قبل حكاية موت جديدة. رئيس الوزراء يعني ساعدنا، يقول حتى رئيس الوزراء ما ينجيني. التغيير كانت شاهدة على التفاصيل. رسالتنا الأولى كلنا للعراق. أنا شهدت الرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعني ساعدنا، وشكرا جزيلا لأنه ساعدنا. الرد الحكومي يأتي على الفور، فيذهب وفد من وزارة الهجرة والمهجرين، وبتوجيه مباشر من قبل الوزيرة، ولحظة بلحظة من قبل رئيس الحكومة. يتحرك وفد لمخيم يحياوة في محافظة كركوك لتوجيه على وجه السرعة من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو. المنشدة تفضح فوضى الانتهاك الصارخ على حساب الأطفال والنساء، وما من مخيم إلا ويخبئ عذابات وجراحات. القصة أن الثكالى والحزانة والمكلومين وأبناء النزوح في الوطن المجروح يريدون النطق بحرية، أن لهم وطنا يريدون الرجوع إليه. مغترب عراقي يعيش في دولة ما، يعرف وجع كركوك وكل بقعة في أرض البلاد. شاهد مقطعا لطفلة فقيرة، كان بجانب العراقي عرب وأغراب، جميعهم بكوا لسوء معاملة الطفلة الفقيرة، لكنه العراقي لم يتحرك فيه ساكنا. يقول في قلبه: لدينا مزيد مزيد، فأطفالنا مرفهون بالموت والاغتصاب والقتل والخراب. الطفلة أكلت فلفلا حارا واستغلها عمها لفقرها لينشر مقطعا فيحصد المشاهدات. عمل غير أخلاقي، والفيديو من الأصل يصنعه عمها لأجل كوميديا على حساب حقوق الطفل. لكن الطفلة في نهاية الأمر في بيتها وأكلت فلفلا فقط، بينما ما يحدث لأطفال العراق حقيقة مرة
ليست كوميديا بل تراجيديا سوداء مؤلمة. أقول لك عمو أنا ما أريد كيك بس هذا أعطيك ألف. ها احكي حيل. ما أريد كيك هاك هذا ألف. ها يعطيك ألف بس ما ياخذ كيك. زين يعني إلا أخذ كيك إلا أعطيك ألف. ثم يأتيك المتيم بالكراسي، المتيم بالشعوذة، فابرا كدابرا. أنا الذي أبني لكم مدارسا وجامعات، وأنا الذي أعيد لكم الحياة. أنا من أتيت برأس كسرى ومن جعلت الماء بلا طعم أو لون، فيسحر القوم بشعارات رنانات، وينتهي مسلسل الوصل إلى الكراسي أو مسلسل الانتخابات. ثم بعد العصر تأفل الشمس وتعقد الجلسة الأولى، وبعض من فيها سراب ويحضر الغياب، وأدعي باسم الخداع أنني وطني حد النخاع، فأرسم حكاية جديدة وأستغفر الشعب المسكين، فأقول لهم إني أرفض طريقة التعيين، فكلها محاصصة وتنتهي المخالصة، وأنسى خبرة العباقرة، فأحاول التشكيك لأجل الفتنة لا لأجل البلاد. هي معادلة الكر والفر إذن بين مؤيد ومعارض، فيما المعارض لا يحمل دليلا على أي شخصية تعين إلا محاولة إثارة عاصفة تحقق مآرب إعاقة المشروع الحكومي الذي يضع النقاط على الحروف. أما الحروف فهي الواضحة كعين الشمس وتكتب بماء البناء والإعمار في بلاد أمس ما تحتاج إليه إلى ماهر في البناء يشيد العراق بطابوق عراقي وبيد عراقية تخلو من تراب الفساد والمصالح. هل سمحتم يا طاب مساؤكم أن ننطق بصوت الشعب قليلا؟ لا أم نعم؟ نعم نعم نعم، فصوت الشعب لا يموت ولا صوت أسماء القمم. وهذه رسائل الشعب على طاولة العنف الأسري، مؤتمر بحجم قضية تفتك بكل بيت، فينطق الرؤساء الثلاثة بخطوط عريضة ثابتة. وإنني رسم في خريطة التعنيف، حرف من حروف الموت البطيء، شعب أنا، إن أردت اجتثاثي فلا تجزع لبركان الأوطان. لسان النساء اليوم ثابت على عهد الدفاع عن الحقوق، والمرأة العراقية ليست من كوكب آخر، هي ابنتكم وشقيقتكم وشريكتكم في البيت والسياسة والدراسة والصناعة والكياسة. بالنسبة للقانون إذا شرع مع التحفظ على بعض المواد اللي بالقانون ممكن هذه المواد ما نصوت عليها، ولكن احنا نريد القانون يمشي كما هو حتى يفيد المرأة العراقية المؤنثة. فعلا هناك عنف أسري في داخل العراق، وهناك أيضا ليس فقط ضد المرأة إنما ضد الطفل ضد الرجل، ولذلك السبب من المهم جدا أنه يعني نفكر جميعا ونتوحد ونعاضد بعضنا على تشريع هذا القانون. اليوم الأعراف والتقاليد هي السائدة، فما ممكن أنه المرأة إذا لم تساعد نفسها ما ممكن أنه تساعد غيرها. اليوم بحكم العرف الاجتماعي ما ممكن أنه تقدم شكوى بحق معنف ضد المرأة سواء كان زوجها أو أخيها، بحكم العرف الاجتماعي السائد ممكن أنه تلاحق ممكن أنه تقتل. لكن تحدثنا عن قانون العنف الأسري الذي ما زال طيلة هذه السنوات معلق، هناك من يقف عائق ضد هذا القانون. لماذا نلوم الغريب أو التخريب؟ فكثيرا من أبناء جلدتنا ومن داخل بيوتنا يعنف أرواحنا وأحلامنا. أب يواقع ابنته حين كان عمرها 10 سنوات قبل عدة أعوام، وثم حاول معاودة الكرة، لكن الفتاة اختارت الهرب وقررت الانتحار من أحد جسور كركوك. ممكن يكون هو متعاطي مخدرات أو كحول أو أي تأثير آخر، لكن مهما كان غياب الوعي راح تبقى عنده ذرة مشاعر تجاه بنته، فهو شلون قدر يسوي هاي الشيء بدون ما توفر له كافة الظروف. أنتن عراقيات ولكم الرسالة الكاملة. يجب أن نعترف أنه ما تعرضت له من ظلم ومن تجاوز من قبل هذه الجماعات يجب أن يتحول درس أمل، معاناة قوية، وجع وألم صحيح، بس الحياة تستمر ما تتوقف عند حدث واحد بالحياة. شلون نحول هذا الوجع وهذا الألم إلى نقطة انطلاق بحياتنا
أنتم متمثلون بس أنفسكم، متمثلون مستقبل لكل عراقيين. نداء 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 إلى جميع الوزراء، نداء موحد، اتركوا الكراسي واذهبوا إلى العمل. إلى رؤساء المحافظات، ماكو أحد مرتاح. الجميع متضرر، ماكو واحد مرتاح، ولكو محافظ ومسؤول قاعد بيناتنا الآن وهو قاعد مرتاح أبدا. فورين بوليسي نشرت مقابلة عن الكاظمي فكشفت أن الرجل يحتفظ بلوحة لدولة سنغافورة. يا هل ترى لماذا؟ كلنا عندنا مسؤوليات، فخلنا نتعامل منهم موضوع من هذا المنطلق، روح الفريق العمل الواحد وتدليل عقبات. إذن الرسالة واضحة، وعين المواطن تراقب التغيير للخدمات. دعوكم من السياسة، تفرغوا للعمل. عندنا تحديات، هذه التحديات تنحل من كلنا نقعد نتعامل وموضوع من جانب فني بحت وليس من جانب سياسي. إذا أخذنا من جانب سياسي ما حنوصل إلى نتيجة. المطلوب نعمل جميعا لخدمة ناسنا، حفاظة كرامتهم من منطلقات فنية، مو من منطلق سياسي. المنطلق السياسي راح يخلق عندنا باب للاجتهاد. نريد وطن. نصباء الكاظمي للتأكيد على تحقيق الأهداف. نصب تشرين في ساحة التحرير في بغداد، ونصب الشهداء في الناصرية هما استحقاق العراق. نعم، استحقاق العراق، استحقاق الدماء التي سالت وهي تردد. نريد وطن، نعم نريد وطن. التاريخ ليس صدفة، التاريخ ذاكرة. صوت العراقيين الثائرين والمتظاهرين أنهم يريدون وطنا فعلا لا قولا، فتجيب مقاطع الفيديو للنطق بحقوقهم. مثل ما تعرفون انه هو العراق خالي من اي البنى التحتيه، مالته كلش ضعيفه، مشاريع لا ماكو، او اكثر الشركات اللي موجوده بالعراق هي للعمال الاجانب او المهندسين الاجانب. زين ليش المهندس الاجنبي هنا؟ لو التفتت الحكومه للمهندس المعماري او المدني بكافه اختصاصاته للهندسه لتطور البلد صحيا، سياحيا، البنى التحتيه كلها كانت تطورت. عالمنا اليوم مربوط بقرية واحدة، لكن ماكو بالقرية العراق، فشبكة الإنترنت محرمة على العراقيين. لكن من الذي يحاول قطع العلم والعمل والتجارة والأمل عن سماء الوطن؟ مشروع بوابات النفاذ الدولية توقف منذ سنين، وكان من أحد أسباب تأخره إحالة عطائه لشركة لبنانية بسعر مرتفع جدا وصل إلى ما يقارب 18 مليار دينار عراقي. لكن إعادة الحياة إليه على يد وزارة الاتصالات هو سعي حقيقي لجعل الشعب العراقي في مواكبة التطور ومجارات العالم الحديث. أما هدف المهربين والفاسدين والمستغلين لجهود العاملين على تحسين إنترنت العراق، فهم يعملون على شيء واحد، أن يقطعوا كل شيء عن طريق المشاريع وعن طريق النجاحات. يعني تكمن القصة في أن قطع كل الأمال عن الشعب العراقي من إنترنت وماء وكهرباء حتى لا تنعم دولته برفاه، فيربط المخربون خطوط الفساد بدلا من خطوط الإصلاح. في زمن بات العراقي فيه محروما من أبسط حقوق الحياة، أما الوزارة فهي تسعى إلى مواجهة مافيا الاتصالات وتحقيق آمال الشارع العراقي. الكاظمي يقول للعشائر عند الاختلاف لا داعي للجوء إلى السلاح، إنما حل الإشكال يكون عبر الحوار. إلى الفاو كاسر الأمواج، 17 عاما ذابت فيها مياه الفاو. هذا الميناء تم المتاجرة به منذ 17 سنة، لحد هذه اللحظة لم يحدث أي شيء، وهناك دول مجاورة العراق تعمل على تأسيس بنى تحتية لبناء موانئ قد تهدد الوضع العراقي. سوف نعمل بكل جدية خلال هذه الحكومة لتحقيق مشروع الفاو. عن الفاو، ترى الفاو ليس جريحا لوحده، البصرة بندقية الشرق من ألفها إلى يائها، رغم كل الخراب إلا أنها تبقى البصرة. في أي بلاد في الدنيا تبكيك الذكرى، ذكرى بالبصرة مملكة كانت في عهد يتجلى بوصوف الأرض البصرية. هي أمي وأبي،
البصرة من عبق التاريخ، كلمات تذرفها دمعا حين ترى ما وصلت إليه بندقية الشرق أو فينيسيا الشرق، بلاد الأنهار الحبلى بالزمن العربي الأول. لكن شبابك اليوم يبكي عليك على أرض مئات الأنهار، تشبع عينيك اليوم بأجمل مدن الدنيا، تستذكر تاريخ سمتش السبور. قالوا بالمثل بعد خراب البصرة حتى الشناشيل توشك على الرحيل. خذ نفسا عميقا أو جفف دمعك، فسمتش السبور بالبصرة نكهة أهله وزواره، في البصرة نهر العشار والسيبة والفاو. هل تذكر عبد الواحد عزيز صاحب الميدالية البرونزية الأولمبية الوحيدة في روما عام 1960؟ لك الحق أن تفخر بها، ترفع رأسك عاليا، تردد مركب هوانا من البصرة جانا. مركب هوانا من البصرة جانا. هذا الحاضر المؤلم تحكي قصته فتاة لفتاة وشاب لشاب، ومغترب عن البصرة غاب، وبعض ما فيها اليوم خراب في خراب، حتى أن الملعب تركه لاعبوه ولعبت في البصرة أيام سود. يا بلد النخل وخارطته، في البصرة ملايين النخل، وأنت تحن إلى تشراديغ التمر، تملأ عينيك فؤادا للنخل وزارعه من عرق البصري الأول وحتى اليوم. يا الله تقول بملء الفم، يا بصرة يا أجمل شرق في الشرق وأجمل نهر في الأنهار وأجمل دار، أن تروي ظمأك بعرق سوس. كان العراق يصدر 96% من احتياجات العالم الطبية للعرق سوس حينها، لكن ما رأيك أن تتوقف في محلة الباشا؟ قد تتنهد وجعا على وجع، لكنك تفرح من قلبك حين تتذكر من أجدادك أن حلاوة خضر الياس لو شايف شلون يسوونها. تعود للذاكرة الأولى، تتذكر حلاوة أبو الخصيب وطريق أبو الخصيب الزجزاج. تذكر قهوة البدر أو فرسم في أنفاسك شط العرب، والبصرة أكبر من أكبر جميلات الدنيا، تجمع حبا بين دجلة والفرات. وجيل اليوم القادم من جيل البصرة الأول عمره مؤرخ بشجرة آدم. دم البصرة غالي والشعب البصري غالي واللحن البصري مقهور، في البصرة أنفاس العراق وجه الزمان. وكيف يكون للحياة مذاق إن لم تكن زرت البصرة يوما؟ في البصرة تبصر أجمل دنيا وأجمل تاريخ. في البصرة أيقونة نهر جيكور، شاعر البصرة والكوكب، وصف الجمال بالجمال ذات يوم. فقال بدر شاكر السياب: وفي العراق جوع وينثر الغلال فيه موسم الحصاد، لتشبع الغربان والجراد وتطحن الشوان والحجر، رحا تدور في الحقول حولها بشر. مطر مطر مطر. في تصعيد جديد للأزمة بين واشنطن وطهران، قررت أمريكا إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب عملية سناب باك. يرى مراقبون أن هذه العقوبات تعد الأقصى، وقد تؤدي تداعياتها لحرب شاملة في المنطقة. سناب باك ستلزم إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية. من جديد حول أبرز التغريدات في الساحة العراقية وحول العديد من الوسوم الفاعلة أيضا تتعلق بتشرين ومطالب وحقوق النساء، وأيضا مطالب العديد من القطاعات للعمل وتوفير فرص العمل والأيدي التي تريد أن تبحث عن هذه الفرص في ظل عدد ونسبة البطالة الكبير في العراق. في عموم منصات تويتر العراقية استطلعنا أكثر من وسم فاعل حقيقة على الساحة، ومنها أيضا وسم تشرين موعد الثائرين وراجعين بتشرين. تغرد إحداهن تقول: آلهة الحرية راجعين بتشرين، موعدنا الأول من العاشر. هذا ما جاء في التغريدة. تقول: انتفضي للمرأة العراقية، لا تكوني مواطنة من الدرجة الثانية، راجعين بتشرين وأيضا تشرين موعد الثائرين.
الاخرين. تغريدة أخرى تتحدث عن ذات القضية وهاشتاج ووسم أيضا تشرين، طبعا أغرد وأخذ راحتي، غير هاشتاج وطني نظيف، كل ذنب يشوفه يموت قهر. عجيب شبيكم لما تسمعون شخص يحب العراق تتكهربون من يمكم. هذه أيضا تغريدة أخرى جاءت على منصات التواصل وتبعت بهذه الصورة التي تظهر المصاحف القرآن الكريم والشموع تعبيرا عن السلام والحب الذي يبحث عنه العراقيون في أرجاء الوطن وكافة المحافظات العراقية. من الوسوم أيضا الفاعلة للمطالبة بحقوق المرأة وأيضا تحت هاشتاج تشرين، زمرد غردت انتفضي لا تصمتي، تخاطب المرأة العراقية لا تخافي لا تستسلمي، أنت الثورة، أنت بيدش تصنعين القوة، لا تنتظرين أحد يسندج، أوقفي واستندي على غضبك، تشرين موعد الثائرين. تغريدة أخرى ونفس التغريدة كانت تحمل صورا تتعلق بالقضايا المتعددة للمرأة، ويقول هذا المشهد يقولنا النساء العراقيات غضبنا واحد. تغريدة ثانية من الوسوم الفاعلة، سلام العراقي غرد العراق، تعودنا على الأحزاب الفاسدة تتلون في كل بداية موسم انتخابات بألوان براقة، لكن بقي الجوهر أسود معتم، فلا تنغروا بما هو قادم، يقصد بالانتخابات والاستعداد للانتخابات وعودة وجوه ورموز بعض الوجوه الفاسدة، تشرين موعد الثائرين. قبل الختام، طلب أحد التجار من عامله الذي يعمل معه في متجره أن يرسل سلة من الباذنجان لبيته حتى تقوم زوجته بطبخه اليوم. حمل العامل السلة واتجه نحو بيت التاجر، قرع الباب مرارا وتكرارا ولم يجبه أحد. عندها قال لابد أن زوجة التاجر قد خرجت من البيت لبعض شأنها. عاد العامل للتاجر ومعه سلة الباذنجان وأخبره أنه لم يجد أحدا في المنزل. عندها تضايق التاجر وقال هداك الله، لو ألقيت السلة من فوق سور المنزل لوجدته زوجتي عندما تعود وأعدت لنا الطعام. بعدها بأيام أعطى التاجر عامله سلة من البيض وطلب منه إرسالها إلى المنزل. وصل العامل لبيت التاجر وانتظر حتى تفتح له سيدة البيت دون جدوى. عندها تذكر تأنيب التاجر له عندما عاد بسلة الباذنجان، فما كان منه إلا أن ألقى بسلة البيض من فوق السور، وعاد مسرعا للتاجر وأخبره بما فعل. أخذ التاجر يلطم ويضرب كفا بآخر وهو يصيح في انفعال واستغراب، ويلك تقيس البيض على الباذنجان؟ وذهبت مقولة هذا التاجر مثلا، فمن يقيس اليوم العراق على مقاسه وينسى الحكم بميزان الوطن سيبقي البلاد في جيب فلان وفلان، ولا يصلح ميزان عادل إذا لم يكن باسم العراق. أستودعكم الله.